السعادة والفرح الإنجيلي كان مدار نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي كل من المحلل السياسي المعاصر الدكتور جلال فخوري والأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرميمي، حيث دار الحديث مع الدكتور فخوري حول زيارة البابا فرنسيس لبلاد الرافدين، بينما تحدث الأب حجازين حول موضوع السعادة والفرح الإنجيلي. فإلى هناك أخذت زيارة قداسة البابا أبعاد أخرى غير الأبعاد الحقيقية، فمن أي منطلق تحليلي وأنت المحلل السياسي، فمن نظرة مسيحية نحن بنحكي، وأيضا أنت برأيك الشخصي الأبعاد زيارة البابا أنت تابعتها على فضائية نورسات، وأيضا تابعت الصحف واللي انكتب عن هذه الزيارة. تفضل دكتور. اسمحي لي أولا بداية أقول أن قداسة البابا كأرفع مرتبة سياسة زعامة دينية في العالم يتكلم باسم جميع المسيحيين في العالم، ويعبر عن الطموحات المسيحية والأفكار والمفاهيم المسيحية الروحية في العالم، ولذلك هو مدعو إلى أن يبشر كشاهد للمسيح، أن يبشر جميع أبناء البشر بالسلام والمحبة، وهذه هي مهمة الكنيسة أصلا يعني. أولا مغامرة قداسة البابا في زيارة العراق في ظروف بالغة الخطورة، أولا إحنا في عالم مضطرب والعراق جزء من العالم، وكما تعلمي أن العراق محاط بدول أيضا مضطربة كلبنان وسوريا وإيران وما إلى ذلك، وهناك حرب في اليمن كمان. ولا ننسى أن مغامرة زيارة البابا وإصراره على زيارة العراق تعني هو اختراق لكل المفاهيم المشوهة التي كانت عن العراق وعن مسيحيين العراق وعن تهجيرهم. أي بمعنى ثاني، إذا كنا أخذنا زيارة البابا من الجانب المسيحي فقط فهي زيارة متعددة الجوانب. أولا بث الروح المسيحية في مسيحيين العراق أن لا يتركوا أرضهم بأي شكل من الأشكال، لأنه التضحية لأجل المسيح ضرورة تمليها طبيعة الوطنية نفسها، يعني هناك تلازم بين المفهوم الوطني والمفهوم المسيحي. الموصل ونينوى وأور هذه الأماكن المسيحية لا تتمتع فقط بالروح المسيحية، بل تتمتع بروح إلهية بثت بالأساس في هذه البلد. الجانب الآخر من الزيارة أعطت العالم كله رسالة من أنه إذا لم تحافظوا على المسيحيين في العراق والمسيحيين في الشرق كله، لا قيمة للحضارة اللي بتمثلوها أنتوا لا في الشرق ولا في الغرب. أي بمعنى ثاني أن أي حضارة بدون مسيحية لا قيمة لها. انت اكيد ككاهن يا ابونا، خاصه الايامات هاي وخاصه في ظل جائحه كورونا، عم تسمع كثير من الشباب او الناس او العائلات او الابهات او الامهات حتى بيجوا بشكوك وبقول لك يا ابونا شو عم بيصير فينا بهاي الحياه، وين هالفرح وين هالرجاء، بطل في الواحد عنده امل، صار في بمر بمرحله اكتئاب روحاني على اكتئاب عاطفي على اكتئاب حياتي. ف كيف احنا منلاقي او منقدر نساعد الانسان المؤمن الملتزم انه يلاقي هذه السعادة وهذا الفرح بهالانجيل بكلام ربنا؟ فتفضل ابونا. شكرا. وما في شك الحقيقة وخلق الانسان خلق لكي يكون سعيد، ولكن الانسان في بحثه عن السعادة يجد ويصادف الحياة بضاعة مزيفة، مصادر للسعادة مزيفة، فاحنا بنحاول هلا
نبين أين يجد الإنسان السعادة الحقيقية. نعم. ومتى يكون الإنسان سعيد في هذه الحياة. نعم. نحن في هذه الدنيا سائحون نحو الأبدية. نعم. كل منا يشعر بحاجة طبيعية وقوية إلى أن يكون سعيدا، لأننا جميعا خلقنا لنعيش سعداء في هذه الدنيا كما في الآخرة. نعم. ولكن هذه الحاجة تتحول إلى سبب للقنوط عندما نبني سعادتنا على ما هو خارج عن ذواتنا، ولا يخطر ببالنا أبدا أن نفتش في داخلنا عن السعادة التي نحن في صدد البحث عنها. نعم. نجيد التعرف إلى العالم من حولنا، ولكننا لا نحسن البحث عمن يكمن في ذواتنا. نعم. إن السعادة إنما تنبع من القلب الذي يعيش مبادئ الإنجيل المقدس. أولا، أكون سعيدا عندما أجعل من حياتي فعل حب لذاتي وللقريب ولله. نعم. ولكن أية محبة؟ هي المحبة التي يتكلم عنها القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. المحبة تصبر، المحبة تخدم، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما ليس بشريف، ولا تسعى لمنفعتها، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. ثانيا، أكون سعيدا عندما أتحرر من أنانيتي وأنطلق نحو الآخر وحاجات الآخر الروحية والمادية، لأن السعادة هي في العطاء أكثر منه في الأخذ. ثالثا، أكون سعيدا عندما أبحث عما هو حسن وإيجابي في الحياة. إن الله يريدنا بأن ننعم بكل ما خلق لنا من أمور حسنة. هناك عبارة في التلمود تقول: سوف يدعى كل إنسان ليؤدي حسابا عن لذائذ الدنيا المسموحة التي لم ينعم بها. نعم، إن التنعم في الوجود فن يريدنا الله أن نحسن إتقانهم. كل شيء يكمن في كيفية نظرتنا إلى الأمور، متذكرين قصة الرجلين اللذين تطلعا من نافذة سجنهما، فأبصر الواحد أوحالا والآخر نجوما. قيل أن الدعوة المسيحية هي دعوة إلى الفرح. الفرح كالمحبة هو ميزة تلميذ المسيح الذي أراد أن يكون تلاميذه والمؤمنين في فرح. ومن يقرأ الإنجيل المقدس يلاحظ كم أصر يسوع على أن يكون تلاميذه والمؤمنين به فرحين حتى في زمن الشدة. أريد أن يكون فرحي فيكم وأن يكون كاملاً.